أخواته إلى يوم الدين. أخواتي وبناتي، أحمد الله سبحانه وتعالى أن اختاركن من أهله وخاصته من خلقه، وأن علمكن حروف كتابه، وأسأله أن يعلمكن حدوده، وأن يجعلكن من أهله ومن الناقلين لهذا الكتاب، الراوين له، السالكين لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالات الله وتبليغ كلامه إلى عباده. أسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقكن لحفظ كتابه أن يوفقكن لحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقكن علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. مشايخنا الكرام وإخوتنا وأخواتنا في محضرة خير الورى في القسم النسائي، إن ما تجتمعون عليه اليوم في هذا الحفل المبارك هو خير ما يجتمع الناس عليه من ميراث النبوة، فأنتم اليوم وصلتم إلى مبتغى هذه الطائفة 40 تقريبا من الأخوات الحافظات اللواتي أتقن التجويد وقمن بتفريغ أنفسهن لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ولإتقان أدائه وتجويده. ولا شك أن هذا الزمان زمان الفتن والمشكلات، وأن الإنسان فيه مشغول بكثير من الأمور، وإذا من الله عليه بأن استطاع أن يفرغ نفسه لله سبحانه وتعالى فخير ما يشتغل به حفظ هذا القرآن. وهذا القرآن الكريم عرضة للرفع، فيوشك أن يسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف. وقد قال الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وما دام الناس يتمسكون به ويتشبثون به ويقرؤونه، فإن الله سبحانه وتعالى سيمتعهم به، وهو مزية عظيمة. فإذا أهملوه وتركوه ظهريا وراء ظهورهم، فحينئذ يرفعه الله إليه، فلم يكن ليجعله بدار هوان. وإعراض الناس عنه دليل على قرب رفعه، وإقبالهم عليه دليل على أن الله سبحانه وتعالى سيمتعهم به ويبقيه لهم تشريفا وتكريما وحبلا متصلا بالسماء وعروة وسطى لا تنقطع لا انفصام لها. هذا القرآن الكريم بالإضافة إلى أنه شافع مشفع لقارئه ولوالديه وأهله، هو كذلك مزية لأهل الأرض جميعا، فمن حفظه فله في ذلك عدد من النيات لا بد أن يستحضرها. النية الأولى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتلقي عن الله تعالى، وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والنية الثانية التمسك بحبل الله، وهو هذا القرآن الكريم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبال قصم الله ظهره. والنية الثالثة شغل العمر بما يقرب من الله سبحانه وتعالى من الطاعات، وأولاها العلم، وأعظم العلم علم القرآن. والنية الرابعة إبقاء القرآن في أهل الأرض بركة ونورا وهداية وشفاء، فإن الله تعالى يقول فيه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والبشرية محتاجة إليه غاية الاحتياج، والذي يحفظه عليها يقوم بفرض كفائي يحتاج إليه المسلمون حاجة عظيمة. ثم بعد ذلك النية أخرى، وهي نية التشرف بالانتساب إلى الجناب، فالعباد منهم من تكون عبادته للخوف، ومنهم من تكون عبادته للرجاء والطمع، ومنهم من تكون عبادته للانتساب، ومنهم من تكون عبادته أداء لحق الله، كما قال ابن زكري: عبادة المرء لنيله الثواب نازلة، كذا لخوفه العقاب، وطلب النسبة ذاك أولى، ولجلال الله ذاك أعلى.
والمقصود بذلك أن الإنسان بانتسابه لله سبحانه وتعالى بحفظه لكتابه وروايته عن أهل النقل، فإن هذا القرآن متلقا من الأفواه وإنما ينقل بالرواية، يكون بذلك منتسبا إلى أهل الله وخاصته من خلقه. ثم بعد ذلك من هذه النيات أن الاشتغال به رفع للبلاء والوباء عن المسلمين ورفع للضراء والبأساء عنهم، ولا شك أن ذلك من الواجبات وأن الاشتغال به نافع. ثم بعد ذلك من النيات أيضا شغل العمر والوقت بما هو نافع للإنسان، فأعمارنا هي رأس مالنا، ونحن نأسف على ما أضعنا من أعمارنا في غير طائل، وإنما يتدارك ذلك بالأربح، فالأربح من الصفقات مع الله، وأعظمها حفظ كتابه والتلقي عنه. وقد قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. وقد قال أحد العلماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان، ويمحو السوء بالحسن. وكل من استطاع أن يتغلب على شهواته وهواه وأن يفرغ نفسه لحفظ كتاب الله حتى وصل منه هذا المستوى، فذلك دليل على نجاحه النجاح الكبير، وعلى رفع الله تعالى لمقامه في الدنيا والآخرة. لأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الرفع يحتاج إليه الإنسان في الدنيا فهو مزية له، ويحتاج إليه في البرزخ فتكون روحه حينئذ مع أرواح السعداء، ويحتاج إليه في الآخرة في رفعه في الجنان، فأعلى الجنة تحت عرش الرحمن وهو الفردوس الأعلى، وذلك بمرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأولئك هم الذين أحل الله عليهم نعمته الكبرى. ولهذا قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن الله امتن عليكن بالتجويد أيضا، وهو نعمة عظيمة، فإن كثيرا من الذين يعدون من حفظة القرآن في هذا الزمان لا يحفظونه بتجويده وترتيله الذي أمر الله به، فقد قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى: ورتلناه ترتيلا. فميراث النبوة لا يتحقق إلا بترتيله، والذين يقرؤونه على غير ذلك الوجه لا يكونون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يقرؤوه كما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ولذلك لما قرأ عليه أحد أصحابه في سورة التوبة قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قرأها فقصر المد، وهو المد المتصل، وقد عرفتن حكمه بقراءتكن في هذه المحضرة، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها وقال له: إنما الصدقات للفقراء. فمد هذا المد المتصل، وذلك دليل على أهمية التجويد وأهمية إحسان الأداء، وأنه هو الذي ينال به ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي القرآن عنه كما أنزل. وإن اختياركن لهذه المحضرة وتعلمكن فيها دليل أيضا ولله الحمد على رشد وتوفيق، فقد كان فيها ولله الحمد هذا العدد من الأساتذة والأستاذات أهل الإتقان والإحسان والتجويد والحفظ. ولذلك إذا كنا في هذا الحفل نشكر الحافظات على ما من الله به عليهن، ونشكر أسرهن على مساعدتهن على ذلك، فإننا لا بد أيضا أن نشكر هذه المحضرة، وأن نشكر مديرها العام فضيلة الإمام موسى الأعمر، وأن نشكر أيضا فضيلة الأستاذة مديرة قسم النساء أختنا الفاضلة زينب بنت الخرشي.
وكذلك أن نشكر جميع الأساتذة والأستاذات والإدارة، وأن نشكر كذلك كل المنتسبين إلى هذه المحضرة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقكم أجمعين، وأن يطيل أعماركم في طاعته، وأن ينفعكم بما علمكم، وأن يجعلكم من الذين حملوا هذه الأمانة فأدوها حق أدائها، ورعوها حق رعايتها، وأوصلوها إلى من يريد الله إيصالها إليه. فأنتم الآن حملتم أمانة جسيمة عظيمة، حملكم الله رسالته إلى خلقه، وهي رسالة إلى كل من بلغ لينذركم به ومن بلغ، وهي النذارة المستمرة إلى يوم القيامة. وقد حملكن الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة هذه الأمانة، وعليكن أن تقومن بها وأن ترعينها حق رعايتها، وأن تعلم كل واحدة منكن أن عليها واجبات عظيمة تجاه هذا القرآن الذي من الله به عليها. منها أولا أن تبقى على اتصال دائم بالقرآن، مراجعة ومذاكرة وبحثا في التفسير، ومراجعة للحفظ وتعليما للآخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. وكذلك من الواجبات عليكن أن تعلمنا أن هذا بداية الطريق مع القرآن، ولم تكمل كل شيء فيه، بل لا بد أن تسعين كذلك للزيادة في القراءات وفي التجويد وفي التفسير وفي التدبر. وكذلك من الواجبات عليكن أن تقمن بحق الله في الدعوة إلى كتابه ودينه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخذتن هذا، حملتن هذا اللواء وأخذتن هذا السلاح، فازدادت مسؤوليتكن في هذه الدعوة، وكانت عليكن أمانة وهي في أعناقكن، وستحاسبن عليها جميعا. فلا بد أن تسعى كل واحدة منكن عندما من الله عليها بهذه هذا التشريف الكبير، أن تكون من الداعين إلى سبيل الله، وأن تكون من الحاملين لهذا اللواء، المقيمين للحجة لله على عباده، القائمين لله بالحجة على عباده. ثم بعد ذلك لا بد أن تسعين لأن يبقى الاتصال، فأنتن الآن حلقة من حلقات السلسلة، رويتن هذا القرآن عن هؤلاء الأساتذة والأستاذات، وهم رووا عن من فوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينقطع الاتصال عندكن، بل واصلن التعليم، ولتكن أيضا حلقة في هذه السلسلة تستمر وتبقى. ولا بد أن تتحلين كذلك بأخلاق حملة القرآن، وأن تسعين لأن يكون ذلك تحبيبا للناس لهذا القرآن. وهذا القرآن العظيم يقتضي من حامله أن يكون على خير كثير في كل أموره. فالذين كانوا في الصدر الأول، القراء، كانوا هم أول الصفوف في الجهاد في سبيل الله، وهم المضحون الباذلون، وهم الذين يرون الله من أنفسهم خيرا، لأن الحجة معهم والسلاح في أيديهم، وهو هذا القرآن الكريم. ولذلك قال معاذ رضي الله عنه: بئس حامل القرآن أنا، إن نكست على عقبي. فلا بد أن يستشعر الإنسان في كل وقت إذا عرضت له شبهة أو شهوة أو معصية أن يتذكر أنه حامل القرآن، وأن هذا القرآن حجة له أو عليه. فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ولا بد أن نستحضر جميعا مسؤوليتنا عندما حملنا هذه الأمانة، ولا بد أن نتحلى بهذه الأخلاق الشريفة التي تقتضي من حامل القرآن ابتسامة دائمة في وجوه العباد، ورحمة بهم، وإحسانا في التصرف إليهم، وعدم غضب ورضا. فحامل القرآن من المفروض أن يكون راضيا دائما، وأن لا يكون من أهل الغضب والسخط، وأن لا يكون من أهل سوء الخلق، سواء كان ذلك مع الأولاد أو الأهل، وأبلغ ذلك مع الوالدين.
وأن يكون الإنسان برا بعباد الله ساعيا للنصح لهم، فهذه أخلاق حامل القرآن، ولا بد أن نسعى لها جميعا، ولا بد أن يحاول كل فرد منا أن يحفظ جوارحه بهذا القرآن. فلنحفظ أسماعنا من سماع المحرمات، ولنحفظ أبصارنا من النظر إلى الحرام، ولنحفظ ألسنتنا من قول الزور ومن الغيبة والنميمة، ولنحفظها من كل ما لا خير فيه، فقد عوضنا الله خيرا من ذلك. ولنتذكر قول سليمان عليه السلام: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لنتذكر أخواتي أن الله سبحانه وتعالى آتانا خيرا مما آتى كثيرا من الناس، فكثير هم أولئك الذين إذا وقفوا بين يدي الله في الصلاة لا يتقنون قراءة الفاتحة، وكثير هم أولئك الذين لا يتقنون قراءة السورة. وقد شرر كنا أن يظهر ذلك عليكن في حفظ الجوارح كلها من المعصية، وفي استغلالها في الطاعة وما يقرب من الله سبحانه وتعالى. فالذي آتاه الله هذه المزية التي آتاكن قد قامت عليه الحجة، ومن المفروض أن يكون من خير الناس ومن خير أهل زمانه، وأن يكون من أهل الله الذين يستجيب لهم إذا دعوه، ويقربهم ويتقرب إليهم سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه وتعالى يقول: وأنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلا بد أن تحرصنا على القرب من الله سبحانه وتعالى، وأن تتذكرنا في كل وقت قول أبي الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: ففيما عملت؟ فيما علمت. وكذلك ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني. فقالت: يا أبا الدرداء، قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني. فقالت: يا أبا الدرداء، قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. فقد أتاكن هذا القرآن آمرا وزاجرا، فانظرن لأنفسكن موقع النجاة وموضعها. ولا بد أن تحرصنا على أن يكون القرآن حجة لكنا، فإنه يوم القيامة إما أن يكون شافعا مشفعا، وإما أن يكون ماحلا مصدقا. فالذين ولوه ظهورهم ولم يعملوا به يكونوا ماحلا مصدقا عليهم، ينشب في ظهورهم حتى يكبهم على وجوههم في النار. والذين آثروه وجعلوه إمامهم وأمامه بينه يقودهم حتى يدخلهم الجنة، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة غير الغالي فيه ولا الجافي عنه: اقرأ ورقه ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. ولتعلمنا أن خير ما يموت عليه الإنسان أن يموت متمسكا بهذا القرآن، مجلا له، مشتغلا به، موذرا له على عرض الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي هذا الدين إلا لمن يحب. ولذلك فإن ما شرفكن الله به هو تشريف عظيم ونعمة جسيمة. لو قارنتن ما خصكن الله به الآن مما آتى غيركن من الأموال والأولاد والزخارف الدنيوية لعرفتن أن الله شرفكن تشريفا عظيما وفضلكن على كل أولئك تفضيلا عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا الفضل العظيم الذي فضلكن الله به لا بد من حمده وشكره لله سبحانه وتعالى، وأن يظهر أثره على الوجوه بالخشوع وعلى القلوب بالإقبال والإنابة.
وأن يظهر أثره على الجوارح بالطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم أجمعين، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجعل القرآن لنا إماما شافعا، وأن لا يجعله علينا ماحلا مصدقا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت القرآن في صدوركن، وأن يثبتكن على هذا الصراط المستقيم، وأن يثبتكن على الصراط الأخروي يوم القيامة يوم تزل الأقدام، وأن يجعلكن من وفد الله الذين يحشرون إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وأن يعطيكن كتبكن بأيمانكن تلقاء وجوهكن يوم القيامة، وأن يجعل وجوهكن من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يرفعكن وينفعكن بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله حجة لكن لا عليكن، وأن يجعله شافعا مشفعا لآبائكن وأمهاتكن وأزواجكن وذرياتكن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك على هذه المحضرة جميعا والقائمين عليها وإدارتها وأساتذتها وأستاذاتها، وأن يعينهم ويعين من أعانهم، وأن يأخذ بنواصيهم إلى الخير، وأن يستعملهم ولا يستبدلهم، وأن يثبتهم على هذا الصراط القويم الذي اقتضى لهم، وأن يجعلهم أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء والرجس عن المسلمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا محروما من الذرية إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، ترى مكانهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما توسوس به نفوسهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تؤتي كل من شارك في هذا الحفل من قريب أو من بعيد سؤله، وأن تقضي جميع حوائجه، وأن تجعل هذا كله في ميزان حسناتهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا أجمعين على الحق، وأن لا تفتننا، وأن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستجير بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك.
اللهم ألهمنا رشدنا وأعمنا من شرور أنفسنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تلزمنا أجمعين سنته وطريقته وأن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق جميع المشاركين والمشاركات في هذا الحفل مجاورة ومرافقة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وارزقهن رؤيته في هذه الحياة الدنيا قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا أجمعين في هذه الساعة وأن تغفر ذنوبنا أجمعين فيها وأن تقضي حوائجنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.